السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد. اكيد انا الفيديو ديال اليوم فيديو مهم ان شاء الله لكل اخت فيكم، كل سيده عندها البروده في الوالده او في الرحم هو اللي مسبب لها تاخر الانجاب. تبقى معايا في هذا الفيديو المهم، لان فعلا غادي نشرح لك كيفاش تطبقي هذه الوصفه، هذه الوصفه القويه اللي فعلا الا جربتيها وكان عندك البرد يعني هو اللي مأخر لك الانجاب غادي تحملي بسرعه ان شاء الله. بطبيعه الحال ديما كنطلب منكم توصلوا لي الفيديو لاكبر عدد من اللايكات، لان فعلا بزاف ديال السيدات كيكون عندهم هذا المشكل هذا وبغاو هذه الوصفه هذه، وغادي تكوني ساهمتي في نشر هذا الفيديو باللايك ديالك. فحاولوا انكم تكونوا كثار، تشجعوا لي الفيديو. بطبيعه الحال ان هذه السيده هذه يعني ككل سيده ككل اخت عندها المشكل ديال البروده في الوالده او في الرحم، طبقت هاد الوصفه هذه وكانت سبب في الحمل ديالها من بعد الله، لان فعلا يعني البرد في الرحم كيكون عنده مجموعه من الاعراض. ممكن يجيك الالم في الظهر يعني في اسفل الظهر، ممكن يجيك حرقه في البول ديالك اعزكم الله، يعني السيده كتمشي بزاف للحمام، فهاد السيده هذه راه كيكون عندها البرد. كذلك السيدات اللي كيحاولوا انهم يستعملوا الماء البارد في الوضوء ديالهم، فحاولوا انكم تجنبوه قدر الامكان في هذه الفتره هذه ديال البرد، ويعني في جميع الفترات في السنه حاولوا انكم تتوضاو بالماء الدافي من الافضل باش تجنبي هذا المشكل هذا. السيدات كذلك اللي كتجيهم واحد الحرقه في البول اعزكم الله، خصوصا ملي كتبغي تجيهم الدوره الشهريه، ملي كتقرب تاتي يعني الدوره كتجيها واحد الرغبه ملحه في الذهاب الى الحمام، هاد السيده هذه راه غيكون عندها البرد في الرحم. السيدات كذلك اللي كتجيهم الحيض بواحد اللون يعني ماشي نقي، واحد اللون بني او لون اسود، او يعني كيكون عباره عن داك التخت اللي كيكون في القهوه، هاد السيدات هادو راه حتى هما اكيد عندهم البرد في الرحم، وحاولوا انكم تعالجوه بهاد الوصفه هذه، لان فعلا وصفه قويه رائعه جدا لعلاج البروده في الرحم وحرقان البول، وكذلك مطهره للمنطقه الحساسه، كتقضي لك على جميع الاوساخ اللي كتكون عالقه في الرحم، الرائحه اللي كتكون غير جيده في المنطقه الحساسه حتى هي كتقضي عليها. وضروري انكم دفيو راسكم يعني في الدورة الشهرية، لأن فعلا السيدات اللي كيتعرضوا للبرودة في هذه الفترة هذه، السيدات اللي كيمشيو حافية القدمين حاولوا انكم تلبسوا دفيو المنطقة ديال القدمين، لان هي اللي كتوصل لك البرد للرحم وانتي ما كتحسيش. ديما حاولي انك ما تنوضيش من يعني في الليل للحمام وانتي ما لابساش، يعني ديما دفي راسك باش ما يضربكش البرد. يعني كتكون السيدة في الفراش ديالها سخونة، من بعد كتقوم للحمام وهي ما لابسه حتى حاجة فكتتعرض للبرد. السيدات اللي كيغسلوا الشعر ديالهم حاولوا انكم تغطيوا الراس ديالكم، لان المنطقه ديال الراس حتى هي كتوصل البرد للرحم، خصوصا السيدات اللي كيتحمموا ايام الدوره. تجنبوا الاستحمام ايام الدوره، لان الرحم ديالكم كيكون مفتوح، فالجلد ديال الراس كيوصل البروده للرحم وانتم ما كتحسوش. اذا حاولوا انكم ديما تحاولوا تغطيوا الراس ديالكم باش يعني ما يتعرض لهذا البرد. بطبيعة الحال هذه الوصفة هذه وصفة قوية إن شاء الله. قبل ما نعطيكم الوصفة كذلك كنذكركم انكم توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات باش توصل لجميع السيدات المحرومات اللي باغيين مثل هذه الوصفات الطبيعيه، وان شاء الله يكون فيها التيسير ويكون فيها النجاح ويكون فيها الحمل، علاش لا في الاقرب الاجال. الوصفه هي كالتالي: كتاخذوا ملعقه من الخزامه، نقيها يعني الخزامه كتجيبيها من عند العطار، وكتكون يعني فيها واحد الاعواد وكتكون يعني احجار وما الى ذلك، حاولي انك تنقيها جيدا من الاعواد اللي كتكون فيها. وكذلك كتحضري ملعقه من الشيح، غير التفل ديالو يعني التفل ديال الشيح هو اللي كتاخدي، وبطبيعه الحال ما يكونش فيه الاعواد، العواد يعني اللي كيكونوا في الشيح حاولوا انكم تحيدوهم، خذوا فقط ديك التفل اللي كيكون في الشيح. حاولوا انكم تسخنوها في شويه ديال الزيت البلديه
وديروها مباشرة في واحد الخرقة أو واحد الشاش طبي بحال اللي في الصورة. يعني حاولوا أنكم ديروها مثل اللي في الصورة، هذاك الشاش الطبي أو اللي يعني كتعرفوا السيدات، جميع السيدات كيعرفوا هذيك الخرقة اللي ممكن أنك تفتحيها وتدخلي لها هاد المكونات هذه وهي سخونة. يعني حاولوا أنكم ما تكونش يعني سخونة بزاف باش يعني ما يكونش هناك واحد الحرارة في هذا يعني في هذا الشاش هذا. حاولوا أنكم تخليوها شوية من بعد ما تدفى لكم، ديروها مباشرة وديروها يعني في الملابس الداخلية وديروها قبل النوم مباشرة، يعني قبل الذهاب إلى النوم مباشرة ديروها باش يعني بقاي حتى الصباح ما تفيقيش وانتي دايرها، باش يعني تكون فعالة إن شاء الله وتجيب معك نتيجة مرضية. ضروري أنك تديريها كل مرة، يعني ماشي تديري الوصفة وتكتفي بدك الشاش اللي درتي طبي وتبقى يعني تعاوديه لليوم الموالي. 3 أيام مباشرة وانتي كتبدلي ديك الخرقة أو ديك الشاش الطبي وديري فيه عاوتاني وصفة جديدة، يعني نفس الوصفة غير انتي كتجدديها باش كتكون يعني نقية، وان شاء الله يعني يخرج منك داك البرد اللي كيكون فيك عالق في الرحم 3 أيام متتالية ما يكونش فيها علاقة. يعني 3 أيام اللي كتسالي منك الدورة الشهرية حاولي انك تتبعي هاد الوصفة هذه مباشرة وما يكونش هناك علاقة كيف ما قلت، وان شاء الله غادي تلقاي البرد خرج لك كله من الرحم ديالك، هو اللي مسبب لك هاد المشكل. بطبيعة الحال ملي غادي تلقاي ديك الفوطة تقدري تلقاي اللون ديالها أصفر، وهذاك الماء الأصفر هو اللي كيكون البرد اللي كيكون في الرحم. بطبيعة الحال حاولي أنك تدفي راسك مزيان، كنكررها ما تعرضيش للبرد وانتي دايرة الوصفة لأنها ما غتفيدكش، فممكن يعني تدير نتيجة عكسية. حاولي أنك يعني تتبغيت مباشرة تمشي للسرير ديالك عاد حضريها وديريها مباشرة، وإن شاء الله غادي تشكروني عليها، لأن بزاف ديال السيدات اللي كان عندهم واحد الأوساخ في جدار الرحم اللي كتجيهم الدورة باللون الأسود وكتبقى فيهم مدة طويلة عاد كتنزل باللون ديالها، هادوك السيدات ضروري هذاك هو المشكل اللي عندكم، هو اللي مسبب لكم تأخر الإنجاب. وهذه الوصفة هذه نتمنى تكون صدقة جارية إن شاء الله، وحاولوا أنكم تنشروها، يعني غادي تديوا الأجر نشروها مع جميع السيدات المحرومات، وإن شاء الله تجي معكم نفس النتيجة مع هذه الأخت هذه. وسبحان الله بمجرد ما دارت الوصفة رجعوا لها الإفرازات ديال التبويض، الدورة ديالها نزلت بالشكل ديالها الصحيح وما بقاش عندها داك المشكل ديال قدوم إفرازات قبل الدورة، يعني ولات كتنزل لها الدورة في اليوم الثاني مباشرة صافية ما فيها حتى شي مشكل، وداك التكتلات اللي كتكون عند النساء في أول الدورة هذيك راه غير صحية هي اللي كتكون فيها المشكل. يعني دوك الأوساخ تخيلوا معايا الجدار ديال الرحم بقى فيه أوساخ من الدورة السابقة، كيفاش غادي تثبت فيه ديك البويضة؟ راه أكيد أن هذا هو المشكل اللي عندك، هو اللي غيكون عندك مأخر لك الإنجاب. صفيوا الرحم ديالكم، نقيوه مزيان، شربوا هاد المشروبات هذه اللي كنذكر في الفيديوهات، جميع الوصفات كتكون مجربة ناجحة إن شاء الله، وان شاء الله غادي تجي معك نتائج مرضيه. هاد الوصفه هذه ممكن تاخديها مع الادويه الهرمونيه اللي كتاخدي عن طريق الفم باش تزيدي الفعاليه يعني ديال الرحم ديالك يكون نظيف ان شاء الله، وتهيئيه لاستقبال بويضه. السيدات كذلك اللي كيتناولوا وصفات من بدايه الدوره اللي كيشربوها يعني عن طريق الاكل، ممكن انك ديري معاهم هاد الوصفه هذه لانها موضعيه ما عندها حتى شي اضرار، بالعكس غادي تزيد تقوي لك الخصوبة ديالك، وغادي تهيئ ذاك المكان اللي كينغرس فيه الجنين والبويضة الملقحة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم بطبيعه الحال هذا الفيديو ما تنساونيش ديما من واحد اللايك واشتراك في القناه الى كنتي متتبعه جديده وعجبك المحتوى، ما تردديش انك تشتركي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مع تفعيل خاصيه الجرس باش ديما يوصلك جديد القناه. بطبيعه الحال الى عندك اي سؤال او اي استفسار خليه لي في التعليق اسفل الفيديو، غادي نضرب لكم موعد في الفيديو الجاي. إلى اللقاء.